الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى على آله وصحبه المستكملين الشرف وبعد. تحدثنا في اللقاء السابق عن الإعراب والبناء وعن أنواع الإعراب وأنواع البناء وما يعرب من الأسماء وما يبنى وكذلك ما يعرب من الأفعال وما يبنى. ومحاضرة اليوم استكمالا لهذا الباب وهي ما يعرب بعلامات أصلية وما يعرب بعلامات فرعية. كلنا يعلم أن الإعراب كما عرفنا أنواعه رفع ونصب وجر وجزم. طيب ترى ما علامة الرفع الأصلية وما علامته الفرعية التي تنوب عن الأصلية؟ معلوم عند النحويين أن العلامة الأصلية للرفع هي الضمة وللنصب الفتحة وللجر الكسرة وللجزم السكون. هذه هي العلامات الأصلية. تمام؟ طيب هذه العلامات الأصلية تكون في أي أنواع الكلمة؟ تكون في الاسم المفرد وجمع التكسير. والفعل المضارع الذي لم يتصل به شيء. طيب وكذلك الفتحة هذه العلامة الأصلية للنصب تكون أيضا في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع الذي لم يتصل به شيء. الكسرة تكون في الاسم المفرد وكذلك جمع التكسير فقط ولا تكون في الفعل المضارع لأن الجر مختص بالأسماء. الجزم علامته الأصلية السكون تكون أيضا في الاسم المفرد وتكون في الفعل المضارع فقط لأن الجزم لا يدخل الأسماء. يبقى إذن العلامات الأصلية الضمة للرفع والفتحة للنصب والكسرة للجر والسكون للجزم. هناك علامات أخرى فرعية تنوب عن هذه العلامات الأصلية. يعني مثلا في الرفع مثلا نجد أن الألف تنوب عن الضمة في المثنى. عندما أقول جاء المحمدان، المحمدان فاعل مرفوع علامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. والواو في جمع المذكر السالم والأسماء الخمسة جاء المحمدون مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة. جاء أخوك، أخوك اسم فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الستة. ثبوت النون. يبقى إذن ينوب عن الضمة أيضا في الرفع ثبوت النون في الأفعال الخمسة كما سنعرف. عندما أقول إن تكونوا تألمون هذا فعل مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. إذن العلامات الفرعية التي تنوب عن الضمة الألف في المثنى، الواو في جمع المذكر السالم والأسماء الخمسة، ثبوت النون في الأفعال الخمسة. طيب ما الذي ينوب عن الفتحة في النصب؟ ينوب عن الفتحة في النصب الألف في الأسماء الخمسة إن أباك، فكلمة
أب هنا منصوبة بالألف لأنها من الأسماء الخمس، تمام؟ وكذلك الياء في المثنى والجمع. وجمع المذكر السالم. إن المسلمين، كلمة المسلمين منصوبة بالياء نيابة عن الفتحة لأنها جمع مذكر سالم. أكرمت الطالبين، طالبي منصوبة بالياء نيابة عن الفتحة لأنها مثنى، تمام؟ يبقى إذن الألف نابت عن الفتحة في النصب، وكذلك الياء، وكذلك الكسرة في جمع المؤنث السالم. إن المسلمين والمسلمات منصوبة بالكسرة نيابة عن الفتح. كذلك حذف النون أحبابنا الكرام ينوب أيضا عن الفتحة مع الأفعال الخمسة. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، تفعلوا فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه، حذف النون نيابة عن الإيه؟ الفتحة. طيب نأتي للكسرة، ما الذي ينوب عن الكسرة؟ ينوب عن الكسرة الياء في المثنى وجمع المذكر السالم. نظرت إلى الطالبين، طالبين اسم مجرور وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة، تمام؟ كذلك في جمع المذكر السالم أيضا ينوب عن الكسرة، ينوب عن الكسرة في الجر من العلامات الفرعية الياء أيضا في الأسماء الخمسة. عندما أقول مثلا سلمت على أخيك، فأخيك مجرورة بعلى وعلامة جرها الياء لأنها نيابة عن الكسرة لأنها من الأسماء الخمسة. طيب ينوب عن الكسرة في الجر الفتحة في الممنوع من الصرف، الفتحة في الممنوع، الاسم الممنوع من الصرف. سلمت على أحمد، أحمد اسم مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. يبقى إذن من الأشياء التي تنوب عن الكسرة الياء في المثنى وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة، وكذلك الفتحة في الممنوع من الصرف. طيب نأتي بعد ذلك إلى الجزم، ما العلامات التي تنوب عن السكون في الجزم؟ العلامات التي تنوب عن السكون في الجزم حذف حرف العلة وكذلك حذف النون، حذف النون في الأسماء الخمسة. فإن لم تفعلوا، لم تفعلوا، تفعلوا مجزوم بلام وعلامة جزمه حذف النون نيابة عن السكون لأنه من الأفعال الخمسة. لم يدعوا أو لم يسعى إلى الشر، محمد لم يسعى إلى الشر، فكلمة يسعى مجزومة بلم وعلامة جزمها حذف حرف العلة. إذن الذي ناب عن السكون هنا حذف حرف العلة وحذف النون. يبقى إذن هذه هي العلامات الأصلية وما ينوب عنها من العلامات الفرعية. ونأخذ هذه الأسماء التي تعرف بعلامات فرعية بشيء من التفصيل، وكذلك ما يعرف بالعلامات الأصلية. قلنا إن الذي يعرف بعلامات أصلية هو الاسم المفرد وجمع التكسير. طيب ما المراد بالاسم المفرد يا حضرات هنا في هذا الباب؟
الاسم المفرد هنا ما ليس مثنى ولا جمع. يعني أقول جاء محمد، رأيت محمدا، نظرت إلى محمد. محمد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، محمدا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة، والفتحة علامة أصلية. نظرت إلى محمد اسم مجرور بإلى وعلامة جره الكسرة الظاهرة، تمام؟ طيب جمع التكسير، جمع التكسير هذا أحبابنا الكرام هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغيير في صورة المفرد. يعني مثلا عندما أقول رجل رجال، رجل رجال، هذا المفرد رجل هل حركاته ثبتت كما هي في الجمع أم أنها تغيرت؟ حركة الراء كانت مفتوحة أصبحت مكسورة، وحركة الجيم كانت مضمومة أصبحت مفتوحة، وزدنا ألف، يبقى إذن هذا المفرد لم يسلم من التغيير عند الجمع، وكأنك كسرته وغيرت صورته عند الجمع. فهذا هو اسم هو جمع التكسير. جمع التكسير هذا مثله مثل المفرد تماما، يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة. جاء الرجال، أكرمت الرجال، نظرت إلى الرجال. يبقى إذن ما يعرب بعلامات أصلية الاسم المفرد وجمع التكسير، وكذلك الفعل المضارع الذي لم يتصل به شيء، يعني يذهب محمد إلى الجامعة، يذهب فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، لن يذهب منصوب علامة نصبه الفتحة وهي علامة أصلية، لم يذهب مجزوم وعلامة جزمه السكون وهي علامة أيضا عفوا وهي علامة أيضا أصلية. يبقى إذن هذه هي الأبواب التي تعرب بعلامات أصلية: الاسم المفرد، جمع التكسير، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. طيب ما هي الأبواب التي تعرب بعلامات فرعية؟ أول باب من الأبواب التي تعرب بعلامات فرعية المثنى. المثنى، ما هو المثنى؟ هو ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون. طيب ما فائدة المثنى يا حضرات؟ فائدة المثنى بيغني عن حرف العطف ويغني عن التكرار. يعني عندما أقول جاء محمدان أو جاء المحمدان، كلمة المحمدان أغنتني عن أن أقول جاء محمد ومحمد، فأغنتني عن التكرار وعن حرف العطف وهو الواو. يبقى إذن المثنى ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون. طب حكمه إيه المثنى ده؟ كيف يعرب؟ يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. طيب جاء المحمدان، أكرمت المحمدين، نظرت إلى المحمدين. جاء المحمدان، جاء فعل ماضي، المحمدان فاعل مرفوع علامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى.
أكرمت فعل وفاعل المحمدين مفعول به منصوب علامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه مسنى. نظرت إلى المحمدين إلى حرف جر، المحمدين اسم مجرور بإلى وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه مسنى. هذا بالنسبة للمسنى. يبقى إذن أول الأبواب التي تعرب بعلامات فرعية هو باب المثنى، يرفع بالألف نيابة عن الضمة وينصب بالياء نيابة عن الفتحة ويجر أيضا بالياء نيابة عن الكسرة. بعد ذلك جمع المذكر السالم هو ما دل على أكثر من اثنين، ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون، واو ونون في حالة الرفع. جاء المحمدون، وياء ونون في حالة النصب أو الجر. أكرمت المحمدين والجر نظرت إلى المحمدين. المحمدون فاعل مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. أكرمت المحمدين، المحمدين مفعول به منصوب علامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم. نظرت إلى المحمدين، محمدين مجرورة بإلى وعلامة جرها الياء نيابة عن الكسرة لأنها جمع مذكر سالم. قد يقول قائل يا دكتور لماذا سمي جمع مذكر سالم؟ لماذا سمي سالم؟ سالم يعني مفرده سلم من التغيير عند الجمع. يعني عندما أقول مثلا مسلم، الميم مضمومة والسين ساكنة واللام مكسورة، عندما أجمعها جمع مذكر سالم أقول مسلمون، لم يتغير شيء في المفرد، صورته لم تتغير، بخلاف جمع التكسير رجل كما تحدثنا ورجال. مسلم حركاتها كما هي لم تتغير عند الجمع. فمعنى جمع مذكر سالم يعني مفرده سلم من التغيير عند الجمع. هذا بالنسبة لجمع المذكر السالم، يرفع بالواو نيابة عن الضمة وينصب بالياء نيابة عن الفتحة ويغر بالياء نيابة عن الكسرة. أيضا من الأبواب التي تعرب بعلامات فرعية باب الأسماء الخمسة. باب الأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة أحبابنا الكرام هي أبوك وأخوك وحموك وفوك وزومال. حكمها ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. قال ربنا جل وعلا إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا إن أبانا لفي ضلال مبين. ونحن عصبة، ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. أخوه معطوف على يوسف والمعطوف على المرفوع مرفوع. طب كلمة أخوه مرفوع بأي شيء؟ بالواو لأنها من الأسماء الخمس. أحب إلى أبينا مجرورة بإلى علامة جرها الياء لأنها من الأسماء الخمس. إن أبانا منصوبة بإن وعلامة نصبها
الألف لأنها من الأسماء الخمس، تمام؟ لكن أحبابنا الكرام، هذه الأسماء لها شروط لكي تعرب هذا الإعراب. أسماء الخمسة لكي تعرب بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا لها شروط. أولها أن تكون مفردة، يعني ليست مثنى ولا جمع. طيب لو كانت مثنى أو جمع تعرب إعراب المثنى، جاء أبوان، أبوان هنا مرفوعة بإيه؟ بالألف لأنها مثنى. طب لو كان الجمع تعرب إعراب جمع التكسير، جاء آباء مرفوعة بضمة ظاهرة، تمام؟ أن تكون مفردة، أن تكون مضافة، أن تكون مضافة إلى شيء آخر. طب لو لم تكن مضافة، يعني مثلا أنا أقول أبوك، أنا أضفت كلمة أب إلى الكاف، وكذلك كلمة أخ إلى الكاف، وكذلك كلمة حمو إلى الكاف. طيب لو لم تكن مضافة تعرب بحركات ظاهرة، جاء أب ورأيت أبا وسلمت على أب، أعربت بحركات ظاهرة، رفعت بالضمة ونصبت بالفتحة وجرت بالكسر. طيب أن تكون مضافة، أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم، مضافة إلى غير ياء المتكلم. يعني هنا إيه؟ أبوك مضافة إلى ضمير وليست إلى ياء متكلم. طيب لو كانت مضافة إلى ياء المتكلم تعرب بحركات مقدرة، أقول جاء أخي، رأيت أخي، مررت بأخي. فكلمة أخي فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، يعني حركة مناسبة القصر هذه لياء الايه؟ المتكلم. رأيت أخي، أخي مفعول به منصوب علامة نصبه فتحة مقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. مررت بأخي، كلمة أخي مجرورة وعلامة جرها كسرة مقدرة، منع من ظهورها حركة المناسبة. أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم، أن تكون مكبرة يعني ليست مصغرة. طب لو كانت مصغرة، لو قلت أبي وأخي تعرب بحركات ظاهرة، جاء أبي، رأيت أبيا، مررت بأبي. يبقى إذن من شروط الأسماء الخمسة لكي تعرب بالحروف بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا أن تكون مكبرة لا مصغرة. فإن كانت مصغرة أعربت بحركات ظاهرة، جاء أبي، رأيت أبيا، مررت بأبي. بعد ذلك ندخل إلى الباب الرابع من الأبواب التي تعرب بعلامات فرعية، وهو جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم، ما هو جمع المؤنث السالم أحبابنا الكرام؟ هو ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء. طب حكمه إيه؟ يرفع بالضمة، ويجر بالكسرة، وينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة. فاطمة، فاطمات. لاحظ ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء،
يبقى لابد أن تكون الألف زائدة والتاء زائدة. فلو كانت التاء أصلية مثل صوت وبيت، فهذه الكلمات تجمع جمع تكسير وليس جمع مؤنث سالم. أقول أصوات وأبيات. وكذلك إذا كانت الألف أيضا أصلية مثل قاضي وقضاة، قضاة هذه أصلها قضية، تحركت الياء وانفتح ما قبلها، تمام، فقلبت ألف. فهذه الألف ليست زائدة وإنما هي أصلية منقلبة عن أصل. يبقى إذن قضاة هذا جمع تكسير وليس جمع مؤنث سالم، لأنه يشترط أن تكون الألف زائدة والتاء زائدة. حكم هذا الجمع يرفع بالضمة يجر بالكسرة. جاءت الفاطمات، طيب مررت بالفاطمات جرت بالكسرة، رأيت الفاطمات زي ما كما قال ربنا سبحانه وتعالى إن المسلمين والمسلمات، تمام، فجمع المؤنث السالم هنا منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة. أيضا من الأبواب التي تعرب بعلامات فرعية أحبابنا الكرام الأفعال الخمسة. ما معنى أفعال الخمسة؟ الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصل به ألف لسنين أو واو الجماعة أو ياء عفوا المخاطبة، زي مثلا يعلمون، يعلمان، تعلمين. يعلمون هذه إذا كانت للغائب، طب إذا كانت للمخاطب أقول تعلمون. يعلمان هذا للغائب، طب للمخاطب تعلمان. تعلمين هذه لا يكون إلا خطابا للمؤنثة، فلا صح أن يكون للغائب، تمام. ولذلك قالوا هي أفعال خمسة، يعلمون يعني يفعلون أو يفعلان وتفعلان، ويفعلون وتفعلون وتفعلين. هذه هي الأفعال الخمسة. كل فعل مضارع اتصل به ألف لسنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. طيب حكم هذه الأفعال إيه؟ ترفع بثبوت النون، وتنصب وتجزم بحذفها. المسلمون يصومون شهر رمضان، يصومون، يصومون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. يبقى ثبوت النون هنا علامة فرعية نابت عن الضمة. طيب فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، تفعلوا فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال، فحذف النون هنا ناب عن السكون في الجزم. وكذلك لن تفعلوا فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون، فحذف النون هنا ناب عن الفتحة في النصب. إذن هذا بالنسبة للأفعال الخمسة. فالأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها. فإذن الأفعال الخمسة من الأبواب التي تعرب بعلامات فرعية وليس بعلامات إيه أصلية. أيضا من الأبواب التي تعرب أيضا بعلامات فرعية الممنوع من الصرف. الممنوع من الصرف، ما معنى الممنوع من الصرف أحبابنا الكرام؟
يعني ممنوع من التنوين. الكلمة الممنوعة من الصرف هي الكلمة الممنوعة من التنوين لعلة، إما أن تكون العالمية والتأنيث مثلا مثل فاطمة، أو العالمية والتركيب المزجي حضر موت أو سيبوي أو غير ذلك من العلل. الممنوع من الصرف يا حضراتي سواء كان ممنوعا لعلة واحدة كصيغة منتهى الجموع مفاعل أو مفاعيل، أو ألف التأنيث المقصورة مثل سلمى، أو الممدودة مثل حسناء، أو كان ممنوعا من الصرف العلتين كالعالمية والتأنيث مثلا، أو العالمية وزيادة الألف والنون مثل حمدان وعمران، أو العالمية والعدل مثل عمر، أو الوصفية ومعها علة أخرى، أيا كانت هذه العلل الموجودة في كتب النحو لابد أن نعلم أن كلمة الممنوع من الصرف يعني ممنوع من التنوين. يعني عندما أقول جاء أحمد لا يصح أن أقول أحمد وأنونها لأنها ممنوع من الصرف للعالمية ووزن الفعل. تمام؟ صليت في مساجد كثيرة، مساجد يا دكتور قبلها حرف جر ووضحت الفتحة على آخرها، نعم، فالممنوع من الصرف يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة ما لم يضف أو يقترن بأل. يعني أنا لو وضحت أل هنا هقول صليت في المساجد، يعود إلى الكسر مرة أخرى. طيب لو أضفت الكلمة صليت في مساجد الجمهورية أو العاصمة أيضا جرت بالكسر، يبقى إذن الممنوع من الصرف يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالفتحة نيابة عن الكسرة بشرط ما لم يضف أو يقترن بأل. فإذا ما أضفته أو قرنته بأل عاد إلى الجر بالكسرة مرة أخرى. آخر الأبواب التي تعرب بعلامات فرعية ونختم بها درسنا هذا هو الفعل المضارع المعتل الآخر. الفعل المضارع المعتل الآخر، سعى يسعى اسعى، قضى يقضي اقضي، دعا يدعو ادعو، لم يسعى لم يقضي لم يدعو. طيب الفعل المضارع هنا حضرات لو لاحظتم ستجدونه قد جزم بحذف حرف العلة وهو الألف، والفتحة دليل على الألف المحذوف. طيب هذا الجزم وهو الحذف هل هو علامة أصلية؟ لا، العلامة الأصلية كما قلنا الجزم هي السكون. يبقى إذن حذف حرف العلة هنا ناب عن العلامة الأصلية وهي السكون. كذلك عندما نقول لم يقضي أيضا مجزوم بحذف حرف العلة وهو الياء والكسرة دليل عليها، فحذف حرف العلة هنا ناب عن العلامة الأصلية وهي السكون. كذلك لم يدعو حذف حرف العلة هو الواو هنا والضمة دليل عليها، ناب عن العلامة الأصلية وهي السكون. يبقى إذن هناك علامات أصلية وهناك علامات فرعية للإعراب. العلامات الأصلية للرفع الضمة، وللنصب الفتحة، وللجر الكسرة، وللجزم السكون. أما الأبواب التي تعرب بعلامات فرعية فهي أبواب المثنى، جمع المذكر السالم، الأسماء الخمسة،
جمع المؤنث السالم والأفعال الخمسة والممنوع من الصرف والفعل المضارع المعتل الآخر، فهو يجزم بحذف في حرف العلة. وكما وضحنا لحضراتكم أن حذف حرف العلة قد ناب عن العلامة الأصلية وهي السكون في حالة الجزم. بهذا نصل إلى ختام درسنا اليوم، وهو ما يعرب بعلامات أصلية وما يعرب بعلامات فرعية. وإلى لقاء آخر إن شاء الله تبارك وتعالى، أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.